السلام عليكم، وعليكم السلام. شو اخباركم؟ الحمد لله. الحمد لله. عساكم بخير. الحمد لله يا رب. شكرا على التزامكم بالوقت. سكرنا الكاميرات حفاظا على خصوصيتكم، وطبعا دخلتون اغلبكم. باقي من نور محمد، باقي نور أحمد وزهراء، صح؟ يلا يا نور أحمد ويلا يا زهراء. طبعا اللي شو اسمه بيدخل الباركود أو الكود هذا الكيو آر موجود في الشات نفس ما شفتون. اليوم حصتنا بإذن الله جميلة. شوفي في الهواء الطلق، احنا اليوم حصتنا جميلة بإذن الله. نتكلم أو نبدأ في آخر درس من مقررنا اللطيف اللي هو أشكال الطاقة المتعددة. خدينا شكلين من أشكال الطاقة اليوم بنحتاجهم في حصتنا، خدينا الشغل وخدينا الطاقة الحركية، واليوم موضوعنا الأساسي عن الطاقة الوضع. طيب، فأهدافنا في هذه الحصة بإذن الله بنعدد صور الطاقة المختلفة من خلال صور تمثيلية، وهدفنا الثاني بنقارن بين طاقة الوضع وطاقة الحركة باستخدام المختبر الافتراضي. طيب يلا نبدي كذي نعنش حصتنا. عندنا مجموعة من الصور مثل ما تشوفون، وعندنا مجموعة من الكلمات أعلى الصور. شنو هذه الكلمات اللي أعلى الصور؟ من تقراهم لنا؟ تفضلي يا ترانيم. طاقة وضع، جاذبية، طاقة حركية، طاقة الشغل. شكرا يا ترانيم. يلا الحين أول صورة هذه رقم واحد، تتوقعين تناسب أي نوع من أنواع الطاقات؟ ها إيش رأيكم؟ أي نوع؟ تكلموا عادي، مناقشة بدون رفع أيدي. طاقة شغل. طاقة شغل، يا سلام عليك. شلون عرفتين إن هي طاقة شغل يا ترانيم؟ لأن الولد قاعد يأثر على السيارة طاقة. يا سلام عليك. إذا الولد قاعد يأثر على السيارة ويدفعها، يعني شنو؟ يعني عنده قوة قاعدة تأثر على هذه السيارة. طيب شنو رمزنا إلى الشغل؟ دبليو. الدبليو ايش تساوي؟ يا سلام عليكم، اف في دي، ممتاز. طيب الصورة الثانية، اي نوع من انواع الطاقة؟ حركية. يا سلام عليك يا سارة، اذا هي طاقة حركية. خدينا رمز الطاقة الحركية وش سميناه؟ كي. كي اللي هي كاينتك انرجي. زين شنو قانون الكي اي؟ نص ام في في تربيع. نص ام في في تربيع. اذا اخر صورة هي تعبر عن شنو؟ فقط وضع جذري. طاقة وضع جاذبية. يا سلام عليكم. انزين هل مر عليكم هذا المصطلح سابقا؟ هل مر عليكم؟ لا أتوقع يعني، بس إذا مر قولوا لي. أخذتونا في مكان في إعدادي أو أي شيء؟ طاقة الوضع. طاقة الوضع. طاقة الوضع، حلو. طاقة الوضع هي طاقة عامة، أوكي؟ واحدة من أنواع طاقة الوضع هي طاقة الوضع الجاذبي. طيب، الحين شوفي هذه السيارة اللي قلنا إنها هي تناسب إن تكون عندها طاقة وضع. هل هذه السيارة تبذل شغل؟ لا. حلوين، لا تبذل شغل. طيب هل هذه السيارة تمتلك طاقة؟ سؤال محير. هل هذه السيارة الكبيرة؟
لا السيارة الحمراء، أتكلم عن السيارة الحمراء، هذه شاحنة، أنا أتكلم عن السيارة الحمراء. هل السيارة الحمراء تمتلك طاقة؟ هل عندها طاقة؟ لا ما عندها طاقة. طيب الحين بنسأل مجموعة أسئلة ويمكن تغيرون رأيكم ويمكن لا. لو انقطع هذا الخيط اللي يمسك هذه السيارة، ايش بيصير في السيارة؟ يسقط على الأرض. تسقط السيارة على الأرض. إذن السيارة عندها طاقة كامنة، عندها طاقة مختزلة. هذه السيارة عندها طاقة كامنة ومخزنة فيها، استغلتها الجاذبية وقت سقوطها على الأرض. طيب فهذه الطاقة أسميها طاقة الوضع. إذن هل السيارة عندها طاقة؟ نعم عندها طاقة مخزنة اسمها طاقة الوضع. اليوم نفس ما قلت لكم بناخذ هذا النوع الأول من أنواع طاقة الوضع، وهو طاقة الوضع الجاذبية. بتم علينا نوع آخر اسمه طاقة الوضع المرونية، إن شاء الله بناخدها في الحصص القادمة. إذن إذا تحرك جسم لأعلى، طيب، وارتفع عن مستوى الأرض، ارتفع هذا الجسم عن مستوى الأرض بارتفاع معين، تختزل فيه طاقة، هذه الطاقة ناتجة عن تأثير الجاذبية الأرضية. واضح؟ إذن هذه الطاقة اللي عنده من وين ناتجة؟ من الجاذبية الأرضية. من الجاذبية الأرضية. طيب يعني الجاذبية الأرضية أو قوة الجاذبية الأرضية تبذل شغل، صح؟ لو انقطع هذا الحبل، قلتوا لي إن السيارة بتطيح، بتطيح يعني بيكون في شغل حق الجاذبية الأرضية، عدل؟ طيب خلنا شوية ندرس شغل الجاذبية الأرضية. قلنا الشغل رمزة W. طيب شنو قانون الشغل؟ F في D. حلو. شنو قوة الجاذبية الأرضية؟ أنا قاعدة أدرس. حلوين. FG. ودي لو سقطت بتقطع مسافة شنو؟ المسافة اللي ارتفعها في البداية. أيوة يعني شنو هني بدل الدي شنو أحط؟ ارتفاع. الارتفاع اللي هو H. H دائما ترمز إلى الارتفاع. طيب FG شنو قانونها؟ M في جي. يا سلام عليكم، فصار عندي شنو القانون؟ قانون شغل الجاذبية الأرضية تساوي MGH لحد الآن. حلوين؟ فاهمين؟ إيه. تمام التمام. طيب تتذكرون إن احنا قلنا إن الشغل ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب؟ إيه. طيب في هذه الحالة لو انقطع الحبل وطاحت السيارة للأسفل، الشغل بيكون موجب ولا سالب؟ ها لازم نعرف اتجاه قوة الجاذبية. اتجاه قوة الجاذبية إلى وين؟ الأسفل. إلى الأسفل. طيب الإزاحة اللي بتقطعها السيارة إلى وين؟ أسفل. إلى الأسفل. إذن الH إلى الأسفل. فإذن هل الشغل موجب ولا سالب في هذه الحالة؟ موجب. يا سلام عليكم. إذن هذه الحالة لما الجسم يسقط للأسفل، الجاذبية الأرضية تبذل شغلا موجبا، الشغل الموجب يزيد في الطاقة الحركية مثل ما تعلمنا الحصة اللي راحت. طيب لو هذه السيارة كانت على الأرض وجت الرافعة ورفعتها، بيكون شغل الجاذبية الأرضية موجب ولا سالب؟ سالب.
سالب. ليش سالب؟ لأن الإزاحة بعكس عكسها. يا سلام، لأن الإزاحة بتكون إلى وين؟ إلى الأعلى ولا للأسفل؟ أعلى. بينما قوة الجاذبية أسفل. إلى الأسفل. إذن لما يكون قوة الجاذبية إلى الأسفل والإزاحة إلى الأعلى، إذن شغل الجاذبية بيكون سالب. مثل ما منشوف شغل الجاذبية ممكن يكون موجب لما الجسم قاعد يسقط باتجاه الجاذبية، أو بيكون سالب لما الجسم قاعد يرتفع عن سطح الأرض. بتلاحظين أني دائماً كنت أتكلم عن شنو؟ عن سطح الأرض، أما الجسم يسقط للأرض أو يرتفع للأرض. هذه الأرض أسميها شنو؟ أسميها نقطة إسناد. نقطة إسناد، نقطة الإسناد هي اللي بيبدأ فيها، يعني اللي بتكون كأنها المرجع. طيب، فنقطة الإسناد من مسألة إلى مسألة بتكون متغيرة. مثلاً ممكن يسألني عن طاقة الوضع على هذه الشاحنة، على سطح الشاحنة، أو بالنسبة لسطح الشاحنة. فإذا نقطة الإسناد وين بتكون؟ لو قال لي بالنسبة لسطح الشاحنة، نقطة الإسناد بتكون على سطح الشاحنة. لو يقول لي بالنسبة إلى الأرض، إذا نقطة الإسناد بتكون على الأرض، نفس ما بنشوف الحين في الأمثلة، وبتتوضح الصورة أكثر. طيب، هذا القانون احنا قلنا طاقة الوضع الجاذبية جايتنا كأنها من شغل الجاذبية الأرضية. فإذا طاقة الوضع الجاذبية بيكون لها نفس هذا القانون، ولكن ما بنقول إنها شغل، بنقول إنها شيء آخر. طاقة الوضع الجاذبية دائما بنرمز إليها بالرمز PE نسبة إلى potential energy. طيب، فرمز الجاذبية الأرض، رمز عفوا طاقة الوضع هي PE. إنزين، فPE بتساوي M في G في H، فالPE هي طاقة الوضع. طيب الأم، الأم هي شنو؟ الكتلة. الكتلة، ممتازة. بينما الجي الجاذبية، تسارع الجاذبية. احتمال تكون تسارع الجاذبية الأرضية لو قاعدة أدرس جسم على الأرض، أو احتمال تكون تسارع الجاذبية، أو عفوا طاقة الوضع في وين؟ في القمر. بيكون تسارع جاذبية القمر. واضح؟ طيب، هذا الجي. بينما الاتش الارتفاع. الارتفاع. طيب، الحين شنو وحدة قياس الكتلة؟ شنو وحدة قياس الكتلة؟ متر. كيلوغرام. كيلوغرام. عايشة؟ كيلوغرام. أيوة. إنزين، تسارع الجاذبية نيوتن. تسارع. متر لكل ثانية تربيع. متر لكل ثانية تربيع. ممتازات. طيب الارتفاع متر. متر. حلو. فهذه وحدات، هذين الكميات. احنا بنختصر هذه الوحدات كلها، بنقول لأنها طاقة، فإذا وحدة قياسها شنو؟ جول. الجول. فإذا وحدة قياس طاقة الوضع هي الجول. طيب، من هذا القانون اللي خديناه، تتوقعين ما هي العوامل التي تؤثر عليها أو تعتمد عليها طاقة الوضع؟ ها، الكتلة والارتفاع. حلو. عايشة قالت لنا الارتفاع، ترانيم قالت لنا الكتلة، بعد الجاذبية. تسارع يا ترانيم، تسارع الجاذبية. اوكي، في الفيزياء نكون دقيقين. تسارع الجاذبية.
فمن هذا القانون لو قال إلي مثلاً عندي سيارة ترتفع عن سطح الأرض بمعدل H وكتلتها M وكانت على القمر، فبتكون عندها طاقة وضع، صح؟ لما ترتفع عن سطح القمر بتكون عندها طاقة وضع. لما نفس هذه السيارة مرتفعة عن سطح الأرض بنفس المقدار بعد بتكون عندها طاقة وضع، ولكن أي أكبر، طاقة الوضع إلى السيارة على القمر ولا على الأرض؟ إلا على الأرض. ليش يا عايشة؟ لأن الجاذبية أكبر. لأن الجاذبية أو تسارع الجاذبية أكبر. طيب الحين نتكلم عن شيء سميناه مساعة مستوى الإسناد. احنا قلنا متى يكون الجسم عنده طاقة وضع؟ متى يكون الجسم عنده طاقة وضع؟ ها؟ متى يكون الجسم عنده طاقة وضع؟ ارجع لهذه الصورة. متى كان عندها طاقة وضع؟ إذا كان ساكن ممكن بعد؟ إذا ارتفع هذا الجسم عن سطح الأرض، احنا قلنا إذا تحرك الجسم لأعلى وارتفع عن مستوى الأرض بارتفاع H، أوكي؟ فلازم تتحقق هذا الارتفاع عشان يكون في طاقة وضع. إنزين، الحين لازم يكون إلي مرجع، هذا الـ H من وين إلى وين؟ طيب الـ H من الجسم اللي قاعدة أدرسه إلى وين؟ إلى نقطة إسناد أو مستوى إسناد، مثل ما تشوفين في هذه الصورة، هذا الشارع، هذا بتشوفينه منحني، صح؟ لو أني قاعدة أدرس هذا الشارع أو أدرس السيارات على هذا الشارع، اخترت أن يكون مستوى الإسناد أخفض نقطة في الشارع، هذا الأسود ده اللي أشرت عليه الحين، هذا مستوى الإسناد. أي من السيارتين، الحمراء أم الصفراء، اللي بيكون عندها طاقة وضع؟ من السيارة اللي بتكون عندها طاقة وضع؟ ما سمعت. صفراء. سارة تقول لنا الصفراء. بعد خلنا نسوي تصويت سريع. تصويت سريع. سارة تقول لنا الصفراء. انتم تقولون يس او نو. اوكي. سارة تقول الصفراء. فاذا تقولون صح، هي الصفراء. ممتاز، هي الصفراء. ليش؟ ليش اخترنا الصفراء بدل الحمراء يا سارة؟ لأنها مرتفعة عن الأرض. يا سلام عليش، لأنها مرتفعة عن سطح الأرض فهي اللي عندها طاقة وضع، بينما السيارة الحمراء كم الارتفاع عن مستوى الإسناد؟ كم ارتفاعها؟ الإتش مالتها كم؟ صفر. الارتفاع حق السيارة الحمراء صفر. إذا البي إي أو طاقة الوضع عند السيارة الحمراء كم تساوي؟ تساوي صفر بالنسبة إلى مستوى الأرض. إذن هذا الارتفاع أنا لازم أوضحه، أقول الارتفاع بالنسبة لمستوى الإسناد. واضح؟ يعني لو خليت مستوى الإسناد مالي هذا الشارع أو هذه النقطة اللي فوق، عفواً خلني شوية أكون أرتب، لو كان هذا مستوى الإسناد ده، هل بتكون عندها بعد هي شوية مايلة فبيكون عندها طاقة وضع، بس بتكون بسيطة لأن ارتفاعها بتكون شفي المسافة من نقطة الباص إلى مستوى الإسناد بيكون بسيط، يعني يميل إلى الصفر. واضحة هاي النقطة؟ فهمتون ولا تحسون عايد؟ حلو. إنزين، فإذا هذا الكلام اللي قلناه، قلنا أن طاقة الوضع الجاذبية
هي الطاقة المخزنة في النظام. شنو هو النظام اللي ندرسه؟ هو الجسم، صح؟ نفس ما احنا متعودين ان الجسم نسميه النظام. فإذا طاقة الوضع الجاذبية هي الطاقة المخزنة في النظام، وتكون ناتجة عن الجاذبية أو عن قوة الجاذبية الأرضية بين الأرض والجسم، نرمز إليها بالرمز PE. وتكلمنا عن مستوى الإسناد، عند مستوى الإسناد دائما PE بتساوي صفر. طيب، وقلنا إن وحدة قياسها الجول، وخدينا العوامل اللي هي الكتلة، تسارع الجاذبية، وآخر شيء ارتفاع الجسم عن نقطة الإسناد. حلو، فإذا تقدرين تسوين لي هذا النشاط التقويمي؟ السؤال الأول، أيهما لديه طاقة حركية أكبر؟ A هذا أو B هذه الشاحنة اللي هذه سرعتها، أو C اللي أساساً موقفة وصايرة فوق مرتفع. يلا، أيهما طاقته الحركية أكبر؟ يلا عندنا 20 ثانية، أتمنى الجميع يجاوب. بعد 10 ثواني، 9، 9. حلوين، إذا كلكم اعتبرتون إن إيه طاقتها الحركية أكبر، لماذا؟ أقوم أي يعني أقوم من عندي، خلنا نقول سارة إيش رأيك؟ ليش الطاقة الحركية إلى إيه أكبر؟ لأن سرعتها أكبر. لأن سرعتها أكبر، وإحنا خدينا القانون إن الكي إي تساوي نص أم في تربيع، فكل ما زادت الفي بتزيد الطاقة الحركية. ممتاز. طيب السؤال الثاني، أيهما لديه طاقة وضع أكبر؟ يلا 30 ثانية عشان تختارون الجسم اللي بتكون طاقة الوضع إلى أكبر من الباقي. 18 ثانية. يلا 7 ثواني، 6. وإذا الإجابة هي سي فعلا. ليش اخترتون سي؟ يلا نختار جميلة تجاوبنا ليش اختارت سي. يلا يا نورة، عفوا كأنه، ليش اخترتين سي يا نورة؟ لأنها مرتفعة سطح الأرض. لأن الوحيد المرتفع عن سطح الأرض. طيب يا نورة، طاقة الوضع إلى بي كم؟ صفر. صفر، لأن نقطة الإسناد هو سطح الشارع، فبي هي طاقة الوضع عندها صفر، وA طبعا كذلك هي صفر، فإذا سي هي أكبر طاقة وضع. حلوة. ليش هذا بعد؟ طيب، إذا عندي في هذا المختبر الافتراضي اللي بفتح عليكم الحين، إيش عندنا؟ عندنا هني رسم بياني يبين العلاقة بين طاقة الوضع والطاقة الحركية. فهذه البنت اللي الحين قاعدة هني، لما أرفعها إلى هذا المستوى وتصير تتزلج، بتتغير طاقة الوضع إليها وبتتغير طاقة الحركة، وبيطلع لي هنا مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع. بعطيش دقيقة تلاحظين وتدونين أهم الملاحظات اللي بتلاحظينها، تمام؟ أبيش تقارنين بين طاقة الوضع والطاقة الحركية والطاقة الكلية. يلا.
حلو، خلص وقتنا. يلا من بتبدي يانا؟ يلا نشوف الأيادي، ولا تبون أقوم مثلا ساعة أحلى؟ مثلا ساعة. حلو، يلا على راي تراني نسوي ريست ونرد نختار. يلا يا سارة. يلا تفضلي يا سارة، شنو لاحظتين أو شنو استنتجتين أو شنو قارنتين في هذا المختبر؟ يلا يا سارة. إن كل ما زادت الطاقة الحركية قلت طاقة الوقت. حلو، ملاحظة جميلة. كل ما زادت الطاقة الحركية قلت حركة أو طاقة الوضع. يلا نشوف بعد جميلة أخرى. يلا أي لون نختار؟ بنفسجي. يلا يا عائشة، شنو ملاحظاتها؟ أن كل ما ارتفع الولد عن سطح الأرض زادت طاقة الوضع، وكل ما نزل زادت الطاقة الحركية ونقص الوضع. يا سلام على الملاحظات الدقيقة يا عائشة، شكرا لك وشكرا إلى سارة. الحين أبي برتقالي. يلا يا نور محمد، طينا ملاحظة من ملاحظاتك. ها يا نور، نور محمد، آخر محاولة نور محمد. طيب ما أدري شو المشكلة، المهم ناخذ اللون الأخضر. يلا يا نورة، تفضلي يا نورة، شنو لاحظتين وشنو طلعتين استنتاج أو ملاحظة؟ تفضلي. إن العلاقة بين طاقة الوقت والطاقة الحركية علاقة عكسية. حلو، علاقة عكسية، تمام، شكرا يا نورة على الملاحظة الرائعة. يلا ناخذ آخر ملاحظة، ناخذ اللون البني. نور أحمد، أهلا يا نور، يلا أعطينا ملاحظتك. نفس ملاحظة عائشة ونورة. إذا طيب، ما حد انتبه على مجموع طاقة الوضع مع الطاقة الحركية؟ أحد يعطيني ملاحظة على مجموع طاقة الوضع والطاقة الحركية اللي مكتوب عليها التوتال هذه هني، إيش رأيكم فيها؟ تمت صبته. تمت ثابتة، شكرا يا ترانيم. إذا طاقة الوضع أو مجموع طاقة الوضع وطاقة الطاقة الحركية هي ثابتة. ثابتة يعني شنو؟ مع أن الطاقة الحركية وطاقة الوضع قاعدين يتغيرون، ونفس ما قلتوا ممتازات، أن كأن العلاقة بينهم عكسية، كأن كل ما زادت طاقة الوضع بتقل طاقة الحركة، وكل ما قلت طاقة الحركة بتزيد طاقة الوضع. طيب بعد بسألكم سؤال، متى طاقة الوضع أكبر ما يمكن؟ عند أي نقطة؟ أو عند أي ارتفاع؟ عند أعلى ارتفاع. عند أعلى ارتفاع، ممتازة يا سارة. ستة. إذا طاقة الوضع عند أعلى ارتفاع بتكون أعلى ما يمكن. لاحظي الدائرة تتلون كلها زرقاء، لأن طاقة الوضع زرقاء، فتتلون هذه الدائرة كلها زرقاء، يعني إن عند أعلى ارتفاع هل في طاقة حركية؟ هل هناك طاقة حركية؟ يا سلام عليكم، إذا عند أعلى ارتفاع لا يوجد طاقة حركية. يعني لو كانت الطاقة الكلية هي مثلا 10 جول، عند أعلى ارتفاع طاقة الوضع كم بتكون؟ 10 جول. يا سلام عليكم، طاقة الوضع راح تكون 10 جول، لأن الطاقة الحركية تساوي 0 عند أعلى ارتفاع. طيب عند أقل ارتفاع، ها تكون الطاقة الحركية يساوي 10 جول. يا سلام عليك يا عائشة.
تحت عند أقل ارتفاع طاقة الوضع بتساوي صفر، وبالتالي الطاقة الحركية راح تكون، شوف الدائرة خضراء بالكامل، إذن الطاقة كلها في الحركة. إذن هني طاقة الحركة تساوي، أو الطاقة الحركية عفوا تساوي 10 جول. إيش رأيكم في التجربة؟ حلوة صح؟ طيب هذا إعادة تقريبا للي قلنا، قلنا إن الطاقة بتختلف من مكان إلى مكان، ولكن مجموعها إيش بيصير فيه؟ إيش بيكون مجموع الطاقة؟ بيكون ثابت. مجموع الطاقة دائما ثابت، يعني شنو؟ يعني عند هذه النقطة مثلا أو عند هذه اللحظة كم مجموع الطاقة؟ الطاقة الكلية لو كانت هي طاقة الهاي 10، الطاقة عند هذه اللحظة كم بتكون الطاقة الكلية؟ 10 جول. بتكون 10 جول. طيب عند أقل نقطة الطاقة الكلية؟ 10 جول. حلو. طيب لو كانت طاقة الحركة عند أقل ارتفاع كم بتكون طاقة الحركة عند أقل ارتفاع؟ عند رقم 1. 10 جول. بينما طاقة الوضع عند رقم 1؟ صفر. 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 حلوين. طيب لو هني عند رقم 2 كانت طاقة الوضع، تتوقعونها بتكون قليلة ولا كثيرة طاقة الوضع في رقم 2؟ قليلة، لأن الارتفاع بسيط. فلو كانت طاقة الوضع تساوي 2 جول مثلا، الطاقة الحركية كم بتساوي؟ 8 جول. 8 جول. يا سلام عليكم. ليش تساوي 8؟ لأن مجموعهم يساوي 10. حلوين، ممتازات. طيب وهني رقم 3، لو كانت طاقة الحركة أو الطاقة الحركية 2 جول، طاقة الوضع كم بتكون؟ 8 جول. بتكون 8. إذا إحنا كل ما نرتفع للأعلى من اللي يزيد، أي طاقة اللي تزيد؟ طاقة الوضع. طاقة الوضع تزيد، بينما طاقة الحركة إلى هذا الوضع الحركة إيش بيصير فيها؟ تقل. بتكون كبيرة وبعدين بتقل وبعدين بتقل أكثر لين تصير صفر. في النزول إيش بيصير؟ بتقل طاقة الوضع وبتزيد طاقة الحركة. يا سلام عليكم، بتقل طاقة الوضع وبتزيد طاقة الحركة. إذن بإذن الله أنتم فاهمين، إلا إذا في أحد عندها لبس في أي مكان وتبيني أعيد تقول لي يس، يعني الحين أنتم فاهمين أو لا؟ يس أو نو، يعني إذا فاهمين قولوا نعم، وإذا مو فاهمين بتقولون لا. هل أحتاج إني أعيد أو لا؟ فاهمين؟ إنزين بعد، حلوين. طيب إذن بناتنا الحلوات فهموا الدرس، يلا نشوف هذا النشاط التقويمي الثاني. طبعا هذا النشاط بيكون في التلفون الحين بيطلع ليك، ولكن شنو، خلني أزيد الوقت شوية. حلو، بتحلين على نفس الورقة نفس ما متعودين، أوكي؟ يعني بتكتبين على التلفون بتوصل الإجابة. هذا رقم 1 وهذا السؤال رقم 2.
اللي ما تقدر ترسل في الجسمة في التلفون تقدر ترسل في الشات. لا بأس يا نور محمد. معلمة، السؤال الثاني تفضلي عايش. قصدها أن في أعلى ارتفاع كم طاقة الوضع، ولا يوم يساوي الطاقة الحركية 400 طاقة الوضع كم يساوي؟ إذا كانت الطاقة الحركية للعربة عند أخفض نقطة اللي هي على الأرض تساوي 400 جول، كم تكون الطاقة الكلية عند موضع العربة؟ يعني وين؟ يعني هني الطاقة الكلية كم؟ يلا باقي 30 ثانية. طرشتينا بالغلط، انزين احذفها عشان خلنا نعيد. يلا 30 ثانية. يلا حتى لو يعني حسيتين ان انتي ما عرفتين ممكن تحاولين وبعدين احنا بنجاوبه مع بعض عادي. يعني يلا زيدنا الوقت شوية عشان يلحقون علينا باقي البنات. يلا يا جميلات. يلا 30 ثانية ننتظر الباقي. حلو، عندنا 3 مشاركات، خلنا نشوف إجابة هالة. هالة الجميلة رقم 1 قالت لنا أي الخيارات التالية تمثل نسبة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة؟ يلا يا هالة فسري لي ليش اخترتين بي؟ لأن هو كان في طاقة الوضع، كانت إيه؟ أكثر شيء، بعدين هو الحين قاعد ينزل، حلو فقاعدة تقل طاقة الوضع وقاعدة تزيد الطاقة الحركية. تمام، حلوين. حلو انزين اجابتش يعني فهمت انش فاهمة، ولكن بقولش ليش الاجابة خطأ عقب ما اشوف اجابات بناتنا الباقيات. طيب يا هالة عند اقل نقطة هني، خلني انزلها بس اخاف انه بعدين تروح. طيب عند اقل نقطة يبين لكم أن وين أشر؟ صح. حلو، طيب عند أقل نقطة هني أي دائرة أو أي خيار بيكون مناسب؟ دي. حلوين، ممتازات، رائعات. طيب وعند أعلى نقطة؟ إيه، حلوين، رائعات. طيب هذه السيارة وين كاينة؟ الوسط. في الوسط. إذا ها ليش رايش بما أن السيارة في الوسط فأي خيار هو الصحيح؟ ما سمعت؟ إيه؟ كتبي لي في الشات لأني ما قاعدة أسمع. إيه سمعت أو
طيب السؤال الثاني طبعا ممتاز ورائع يا هالة. حلو سي هالة أوكي ممتازة. طيب نشوف إجابة ترانيم بعد اختارت بي خدعتكم فيه يعني. الطاقة الكلية تساوي 400 ممتازة ورائعة يا ترانيم. عائشة حلو فعائشة قالت لا ما تخدعوني هذه السيارة صايرة في نص المسافة. فعند المنتصف تتساوى الطاقة الحركية وطاقة الوضع. حلو ولكن السؤال الآخر يا عائشة خدعش. حلو فتحت احنا قلنا تحت يقول لي ان الطاقة الحركية هني كم تساوي الطاقة الحركية؟ 400. 400 حلو. كم طاقة الوضع عند نفس النقطة؟ صفر. الوضع يساوي صفر. طيب يعني الطاقة الكلية إلى النظام في أي نقطة كم يساوي؟ 400. يساوي 400. إذن ليش خليتين 200؟ لأن قلتين هذا في المنتصف مال الوضع. لا لا أنا ما أبي طاقة الوضع، أبي شنو؟ الطاقة الكلية. الطاقة الكلية متساوية عند كل النقاط. هذا يعني ثانوي يوصلنا إلى استنتاج أن الطاقة لا تفنى. أوكي؟ طاقة لا تفنى ولكنها تتغير من صورة إلى صورة أخرى. إذن هذه السيارة مرة هني يكون عندها طاقة وضع عالية وطاقة حركية تساوي صفر، بعدين تتحرك طاقة حركية طاقة الوضع بتتحول إلى طاقة حركية، بتتحول تدريجيا إلى طاقة حركية لين تصير كلها طاقة حركية عند أقل ارتفاع. واضح؟ هل في أحد عنده أي سؤال؟ في نقطة تحسونها بعد هي ما دخلت عدل؟ ها ثانوي؟ لا. حلو يلا نواصل عجل. عندنا سؤال واجب، سؤال تحدي أوكي؟ اللي بتجاوب بتحصل على وسام الفيزيائية المبدعة، ويمكن فوقها بعد مكافأة اللي بتحط لي تفسير منطقي إلى إجابتها. شنو هذا السؤال؟ هذه وحدة قياس. هل وحدة هي وحدة قياس من؟ هل هي الشغل أو الطاقة الحركية أو طاقة الوضع أو جميع ما سبق؟ أبي إجابة مع تفسير. اللي بتحط الإجابة مع التفسير بتحصل فيزيائية مبدعة وبتحصل فوقها مكافأة أخرى. واضح؟ حلو؟ فأنا بكبتشر إليكم بعدين وبنزله في الشات. طيب الحين خاتمتنا البسيطة اللطيفة، أعطوني شنو أنواع الطاقات اللي خديناها؟ شنو خدينا؟ الشغل. الشغل شلون أعرف إن عندي شغل؟ طيب إذا الجسم أثر في طاقة. حلو فإذا في جسم قاعد يأثر على جسم آخر يسبب إزاحة في هذا الجسم. قلنا الشغل رمزنا إليه بدبليو. شنو قانونه؟ أفدي. طيب ما العوامل اللي تأثر على الشغل؟ قوة والمسافة. يا سلام يا ترانيم، القوة والمسافة. وخدينا إن الشغل ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب، صح؟ تتذكروني ماذا يعني أن يكون الشغل موجباً؟ يزيد مع الطاقة الحركية. الله ليش يا ترانيم؟ إذن الموجب يعني عندي زيادة في شنو؟ في الطاقة
الحركية. أوكي؟ إنزين، ومتى يكون سالب؟ أو ماذا يعني أن يكون الشغل سالب؟ تقل الطاقة نقصان في الطاقة يعني نقصان. ممتازة يا عايشة ويا تراني، نقصان في الطاقة الحركية. طيب نوع آخر يا نورة، تعطيني نوع من أنواع الطاقات اللي درسناها؟ طاقة حركية. الطاقة الحركية، ممتاز، هذه الطاقة الحركية. طيب شنو خدينا في الطاقة الحركية؟ شنو رمزها؟ كي. كي. شنو قانونها؟ نص أم في في تربيع. نص أم في في تربيع. وخديت قانون بعد يربط بين بين الشغل وبين الطاقة الحركية، شنو اسمها النظرية؟ نظرية الشغل والطاقة. يا سلام عليكم، نظرية الشغل والطاقة. شنو تقول هذه النظرية؟ ها، إن الشغل وش يساوي؟ يا سلام عليكم، إذا W تساوي دلتا KE، فالشغل يسبب تغير في الطاقة الحركية، الشغل يساوي الفرق في الطاقة الحركية قبل وبعد. إنزين الحين من ما جاوبت يالنا اليوم تقول لنا نوع آخر من الطاقات اللي هو درس اليوم؟ ها من؟ خلنا نشوف الجميلات الرائعات. تفضل. لا عايشة قمتين، نبي أحد ثاني. نور قامت، هالة قامت، نور نور نورة سارة. طيب يلا يا زهراء، ما سمعت صوتش اليوم. زهراء يا زهراء، وينش يا زهراء؟ الطاقة. يا سلام عليش، الطاقة شنو؟ الكامنة. الكامنة، وش سميناها الطاقة الكامنة؟ وش سميتها؟ بي اي. في اي اللي هي طاقة شنو يا ثانوي؟ طاقة الوضع. طاقة الوضع، يا سلام عليكم، خديت النوع الأول من طاقة الوضع اللي هو طاقة الوضع الجاذبية. طيب شنو قانونها طاقة الوضع الجاذبية اللي هي الـ PE؟ شنو قانونها؟ يلا أسرع ثانوي، شنو قانون الـ PE؟ الـ M يا سلام عليكم، الام في الجي في الاتش. طيب طبعا احنا من استكمل دروسنا او من استكمل هذا الدرس ومناخذ انواع اخرى للطاقات باذن الله الحصه القادمه. الحين بنزل لكم هذا، لا اشير عندي.